محمد سعد جنيدي. انا فندم جهاز للمرافعه يعني معلش، وجيت لجلسه السبت فتحالت. انا لو معلش يا استاذ ممدوح يعني بعد اذن الهيئه الموقره يعني عشان بس اثبات الطلبات ان القضيه فندم اتحالت السبت وانا يعني ما لحقتش اكتفاء مذكره ف ما احضر الجلسه بس ايه يعني اتعب وصرت شويه في حاجات يعني سامحت يعني وبعد اذن عليك يعني. حاضر مع المتهمين. التمس من عداله المحكمه الموقره براءتهم من الاتهام المسند اليهم ودفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات لانتفاء واقعة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة استنادا لنصوص المواد 30 و35. لا يا فندم مش هكتب مذكرة، لا هو الدفع بس يا فندم، الدفع بس بقصله عشان المواد 30 و35 يا فندم و40 من قانون الإجراءات الجنائية. ثانيا انتفاء صلة المتهمين بالواقعة لتوافق أقوالهم جميعا بأن السيارة التي وجدت بها المضبوطات محل السرقة تخص المتهم الثالث المتهم الرابع وهو من يدعى جمعة خالد كما ورد بتحريات السيد مأمور الضبط القضائي المسطرة بمحضر تحرياته المرفق أوراق الدعوة. والثابت من أقوال المتهمين أن السيارة كانت خارج المخزن ملك المتهم الثاني سلام عرفات، ويعزز ذلك هروب قائدها المتهم الرابع أثناء القبض وفقا لما قرر به المتهمين جميعهم ووفقا لما قرر به أيضا السيد مأمور الضبط القضائي بمحضر تحرياته المرفق طي أوراق الدعوة. وكذلك ما يعزز انتفاء المتهمين بالواقع انتفاء صلاتين بالواقع هو عدم ضبط السيد مأمور الضبط القضائي لمن ادعى بأنهم عمال كانوا يحملون السيارة داخل المخزن لأنهم يحملون أشياء غير متداولة في الأسواق، وبالتالي فلا يجوز الاعتذار بعدم علمهم بقانون العقوبات وهي الخردة الخاصة بالسكة الحديد. ثالثا القصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال فرد الأمن الذي أورى عنه مأمور الضبط القضائي بمحضره وبتحقيقات النيابة العامة من أنه الذي ضبط المتهم الثالث شريف أفندم حال ارتكابه للواقعة، الذي أورى بأنه ضبط المتهم الثالث حال محاولة الشروع في السرقة اللي هو بالنسبة للمتهم الثالث. ورابعا انتفاء جدية التحريات
وانعدامها، لأن مجريها هو من قام بالقبض بواقعة الضبط والتفتيش بالنسبة للمتهمين، فهو لن يأتي بها على خلاف عمل أجراه. صاحب المعالي وتناقض أقوال، أخيرا بعد تناقض أقوال مأمور الضبط القضائي شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة العسكرية بشأن حال المتهم الأول، المتهم الثالث محمد شريف أثناء واقعة ضبطه، ثالث محمد شريف حال ارتكابه للواقعة. ايوه فندم، هو تناقض اقواله كما ورد في صاد 3 وفي صاد 4 من تحقيقات النيابه العامه. في صاد 3 يا فندم سين 2 وجه له السؤال كيف شاهد فرد الامن المتهم، قال له كان شاهده وهو بيشد الكابل الواصل بين التراكات وبين الصنافور بياخد الكابل في سين ده سين 3 يا فندم. سين 7 في نفس الصفحه صاد 3 بيساله ما الحاله التي كان عليها المتهم محمد شريف، قال له كان بيسرق صندوق التراكات، فمره يقول كان بيشد الكابل الواصل بين الصندوق وبين الصنافور، ومره ثانيه يقول لا كان بياخد الصندوق نفسه. وفي الصفحه الثالثه يا فندم اللي هي صاد 4 غير الاقوال ثاني عاد وقرر بانه كان يقوم بسرقه صندوق التراكات. اذا هذه الاقوال يا فندم حينما تاتي من مامور الضبط القضائي على هذه الحال، فاذا يؤدي ذلك وفي علم عدلكم وما تعلمناه في ميزان عدلكم طبعا، لان ذلك يؤدي الى ان الواقع غير ثابته في ذهن مأمور الضبط القضائي او شاهد الاثبات، وبالتالي تتاكد ان المحكمه وفق نص الماده 32 للاجراءات الجنائيه يا فندم بان الواقعه غير ثابته، فبالتالي فهذه كما علمتمونا في احكامكم تقضي ببراءه المتهمين على نحو ما استقر في يقينها ووجدانها. هذا بالنسبه لتوضيح هذا التناقض. بدايه في استهلال المرافعه يا فندم، يبدي الدفاع في دفاعه اولا ما تعلمه من فقيهنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد حينما سطر قائلا في كتابه المشكلات العملية في الإجراءات الجنائية، إن أي خلل في التشريع الإجرائي أخطر على مصير العدالة من الخلل في التشريع العقابي، مع أن الأول يحكم شكل الدعوة والثاني موضوعها، ذلك لأنه وفي النهاية يصبح ميزان العدالة في يد القاضي الذي يختاره التشريع لا في يد التشريع الذي يطبقه القاضي. ولذلك كان الأصلح للمجتمع أن تكون هناك حكمة في القاضي مع ضعف في التشريع من أن يكون هناك ضعف في التشريع، ضعف في القاضي مع قوة في التشريع. والأصلح الأصلح الأصلح للمجتمع أن تكون هناك قوة في التشريع مع حكمة في القاضي. نعم، في كل هذه الحالات التي أوردناها هي حكمة القضاء التي يلوذ بها الدفاع مثل هذه الوقائع، ويلوذ بها أمثال هؤلاء المتهمين فيما يتم اتهامهم فيه، وأملاً في رفع الظلم والجور عنهم من قاضي. ما حدث فندم اختصاراً حينما قدم السيد مأمور الضبط القضائي لهذه الواقعة؟ قال بأنه كثرت السرقات في محضره في منطقة السكة الحديد الخاصة بمنطقة مزدآن ألمة، وشاهد فرد الأمن متهما يقوم بمحاولة سرقة الاشتراك حسب ما أورى في محضره، ثم قام بضبطه على نحو ما قرر. قال وحينما أعلمونا بهذه الضبطية قمنا بتحرير المحضر، وثم أرشدنا المتهم الذي تم ضبطه والمتهم الثالث فندم الحدث 15 سنة محمد شريف، قال تم ضبطه فأرشدنا إلى المخزن مدعو سلام عرفات حيث قمنا بالذهاب إليه دون أن نستصدر إذن من النيابة العامة لضيق الوقت. وإذا ما قرر به هو هنا ويقرر بأن عمله الذي أجراه قبل النزول والتفتيش المخزن هو عمل باطل بالضرورة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستقر على صلاحية الدليل المستمد منه، بل إن الإجراء الذي قام به مأمور الضبط القضائي هنا هو إجراء باطل يقتل كل ما تلاه من إجراءات ويهدر الدليل المستمد منها على نحو ما علمتنا أحكامكم. فإذا كان الأمر على هذا النحو فإنه والحال هكذا، إذا لم يكن لديه وسع كما قرر باستصدار إذن من النيابة العامة، فإن ذلك يعني أننا نلغي الإذن من التشريع الإجرائي،
لأنه لو أن كل مأمور ضبط قضائي تعلل بأن الوقت لم يسعفه أو أن الوقت ضيق وقام بالنزول إلى المخازن والمنازل لأهدرنا النص الإجرائي القائم بضرورة استصدار إذن النيابة العامة وفق نص المادة 40 فندم، والتي قررت بأنه لا يمكن القبض والاحتجاز وحبس أي إنسان أو تفتيشه إلا بأمر من السلطات المختصة، وهي هنا النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل والقائمة على الدعوة العمومية. فإذا ما كان هذا الأمر على النحو الذي جاءتنا به الأوراق، وأنه أهدر أهم ضمانة قانونية وجدت في قانون الإجراءات الجنائية للحفاظ على الحريات كما أوصى بها المشرع، وأنه حتى إذا ما كان الأمر كذلك نقول وفي نص المادة 35 فندم إجراءات جنائية، إن لم يكن يسعف الأمر بالنسبة للإذن وعمل تحريات واستصداره، فله إذا ما تبين له أن هناك دلائل كافية لا تحريات ولكن هناك دلائل قبل متهمين في واقعة معينة، كان عليه أن يستصدر من النيابة العامة أمرا بالضبط والإحضار، وهو أسهل بالنسبة له في الإجراء ولا يشق عليه كما الإذن الذي يسطر له محض تحريات. كان عليه أن يمتثل نص المادة 35 ولكنه لم يفعل حتى. إذن لم يمتثل مأمور الضبط القضائي إلى أي إجراء مشروعي حال هذه الواقعة، وعلمنا بأنه حتى ولو قام باحتجاز المتهم الأول محمد شريف أفندم، قال المتهم أنهم أخذوه يوم الجمعة والضبط كان 21 يوم السبت، فظل هذا المتهم طيلة يومين لديهم، وأن هناك المادة 36 مخالفة نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية أفندم، إذا ما كان المتهم قد تم القبض عليه بخصوص واقعة معينة، فعلى السيد مأمور الضبط القضائي أن يستبين الإيضاحات اللازمة بخصوص الواقعة، وأن يسأل من حضره، وأن يجري المعاينة اللازمة، ثم عليه أن يحيله إلى النيابة العامة في ظرف 24 ساعة. إذا ما كان الأمر قد صدر من الحدث صغير السن ذو 15 عاما أو لم تكتمل على هذا النحو المرافق للمتهمين البالغين أو الواصلين للأهلية الجنائية، إذا ما كان الأمر قد وصل إليه، فإننا نتذكر أحكامكم الجليلة التي أكدت لنا فندم بأنه إذا ما ارتأت المحكمة أو أن لها أن تعول على أقوال المتهم منفردة في تحقيقات النيابة العامة وتأخذ بها وتطرح ما عداها من دليل، إذا ما تبين لها أن لها معينها الثابت بالأوراق. المعين الثابت بالأوراق هنا هو أن ثلاثتهم وحضورهم في النيابة العسكرية ودون حضور محام مع أي منهم قد أقروا بأقوال لا يمكن أن تختلف مع بعضها البعض قدر أنملة في واقعة الضبط والتفتيش. الثلاثة: السيارة محل ضبط المواد المحظور تداولها أو المواد محل التقسيم والتجريم كانت خارج المخزن، يقول هذا المتهم الأول ثم الثاني ثم السادس، دون حضور محام مثلا نقول أنه قد اختلى بأي من المتهمين أو بهؤلاء الثلاثة وقد قام بتلقينهم مثلا الرواية قبل الوصول أمام النيابة العامة، لا، جاءت الأقوال بتلقائية من المتهمين وأمام النيابة العسكرية وفي مثل ظروفهم الاجتماعية والثقافية. فإذا هذه الرواية فندم لا تعبر إلا عن وجه واحد للحقيقة هو الذي قال به ثلاثتهم، حيث أن الحقيقة ثابتة لا تتغير بتغير رواياتها من الأشخاص أو من الأماكن إذا ما نطق بها هؤلاء جميعا على هذا النحو. أما هو الذي انفرد بروايته مقابلهم، وروايته أكدت بماذا؟ بأن السيارة كانت داخل المخزن ويقوم بتحميلها العمال داخل المخزن، ونحن نقول لك بأن روايتك قد قابلت رواية الثلاثة وللمحكمة أن تزنها، وأنت الذي بدأت إجراءاتك أصلا يعتريها البطلان على النحو الذي قررنا به من مخالفة النصوص الإجرائية من أنك لم يكن أي من هؤلاء الذين نزلت إليهم في المخزن في أي من حالات التلبس، وأن المتهم المدعى تلبسي هو محمد شريف في الحدث 15 عاما لم تستحضر فرد الأمن وحجبته عن الواقعة عن أن يشهد، ربما أن يقع في خطأ لا يتم تداركه ويقوم بإبطال إجراءاتك التي اتخذتها قبل هؤلاء المتهمين. هذا ما تعلمناه من قضائكم المبجل وما تعلمناه من هذه المنصة الطاهرة، إن الشرعية الإجرائية هي العنوان لتحقيق العدالة للشرعية العقابية. فإذا ما خولفت كانت الشرعية العقابية في أشد حالات الانتهاك بالنسبة لها، وأن أحكامكم قد علمتنا على تقديس هذه الشرعية الإجرائية، وأنكم قد أكدتم لنا في أحكامكم بأنه
لا يمكن أن يكون هناك عبرة بالدليل وقوته إذا أتى عن طريق إجراء باطل. لا بد أن يكون الإجراء مشروعاً حتى نأخذ بقوة الدليل قبل المتهم إذا ما أردنا أن نأخذ بدليل الإدانة. إذن هو قد تناقض في أقوالي على النحو الذي ذكرنا في تحقيقات النيابة العامة، وأن روايته قد خالفها المنطق والمعقول حينما قال بأنني رأيت عمال يقومون بتحميل السيارة داخل المسجد. هؤلاء العمال الذين يقومون بتحميل خردة السكة الحديدة يا فندم، ألا يعلمون أن هذه بضاعة غير متداولة في السوق؟ إذا ما كان هذا الأمر على هذا النحو، فلماذا لم تقم بضبط العمال خلافا للمتهمين الذين ادعيت بأنهم يقومون بتحميل السيارة على النحو الذي ذكر؟ وأن المتهم الذي قام بالهروب لم تذكر عنه أي شيء إلا بعدما طلب منك التحريات، وأثبتت أن المتهم ساحر السيارة الذي قام بالفرار هو من يدعى جمعة خالد يا فندم، وهو المتهم الرابع والخامس والذي يسأل عما كان بسيارته، وأن المتهم الأول الحدث قد أكد ومعه المتهم الثاني رضا يا فندم بأن عم سلامة اللي هو المتهم الثاني يا فندم كان يقوم بالاتصال بصاحب السيارة لكي يقوم بإدخالها للمخزن للتحميل حسب ما أورد. هذه الروايات يا فندم دون أن يكون معهم شاهد للإثبات إلا على النحو الذي قدر التحصل عليه في هذه الواقعة، وهم ثلاثة من جيران المخزن والذين شهدوا شهادة نود أن نضعها بين يدي عدالة المحكمة لعدم تمكنها من تقديم الأمر أمام النيابة العسكرية. هؤلاء ثلاثة من المواطنين يا فندم المجاورين للمخزن الذين شهدوا بأن التفتيش تم أمامهم وأن السيارة كانت خارج مخزن المتهم الثاني وأن المضبوطات وجدت داخل هذه السيارة وهم من ذات البلدة التي يقع بها المخزن. أرياف يا فندم لن يكون هؤلاء على استعداد للدخول في مشاكل مع رجل يقع بقرية مجاورة لهم وهو المدعو ياسر فاروق المتهم الخامس والمتهم جمعة خالد المتهم الرابع يا فندم، إلا إذا كانت شهادتهم أمام الله خالصة ولا يبالون طالما وقفوا أمام الله إلا أن تكون كلمتهم لله مهما كانت العواقب ومهما حدثت لهم من منازعات من قبل من شهدوا عليه. هذا ما يؤكد بجلاء وأن الأدلة في المواد الجنائية كما علمتمونا ضمائم متساندة يعضد بعضها بعضا بحيث إذا أسقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر للدليل الذي كان باطلا فيما انتهت إليه المحكمة من رأي. لا يمكن أن يكون هناك دليلا يمكن أن يعول عليه على أنه دليل غير شرعي وأن تستند المحكمة إلى باقي الأدلة الشرعية بتاع جمعة فندم بتاع واحدة ست ملكاها وجمعة هو القائد لأنه هو اللي بيروح يتعلم ما هو سبب من السيارة فندم إن صاحبتها واحدة اسمها راوي عصام بوصاية والدتها وإن القائد السيارة هو جمعة ويتعامل مع مخزن الخردة مع المتهم الخامس وهو ياسر فندم. وقال المتهم الأول هذا والثاني هذا رضا مصطحب المخزن إن هذا الرجل نعلم بأنه يتعامل مع تجار الخردة. عربات الخردة يا فندم بتعدي تاخد من مخازن الخردة. واقع الدعوة بيقول أو بما شهد به ثلاثتهم وبما يؤكده منطق الدعوة وبما يؤكده هروب المتهم قائد السيارة ولو لم يعلم بأنه كان في محل للتأثيم والتجريم لما هرب وترك السيارة على هذا النحو. إذا كان هو خارج المخزن وكان هذا الرجل داخله وأن الأوراق حينما دلت على أن هذا المتهم كان خارج بسيارته وأن سيارته هذه كانت بها المهمات المضبوطة وهي محل التجريم والتأثيم. لم يكن هناك أي شيء منها داخل المخزن حسب روايات المتهمين الثلاثة التي وردت على النحو الذي أوريناه دون حضور محام معهم ودون أن يكون في قرار النيابة العسكرية بالأمر عليهم. هو لا هو موجود موجود القرار وردوا عليه رد عليه هنا طلبت النيابة العسكرية ضبطهم وحدهم يا فندم طلبوهم لما عرفوا ان السياره لما عمل تحريات واثبت ان السياره اللي كان فيها المضبوطات محل التفتيش ملك لمن يدعى جمعة خالد فالنيابه العسكريه طلبت الضبط واحضاره واحضار المدعو ياسر فاروق اللي هم قالوا عليه اللي هو التاجر الثاني اللي هو بيشتغل معاه جمعة خالد فطلبوا وارفقت المباحث هنا مباحث مركز العطر الخيريه لما وجه لها امر الضبط والاحضار قالوا ان احنا ذهبنا في عديد من المرات لم نتمكن من ضبطهم وهروبهم. اذا هذا الهروب يا فندم لا يؤكد شكرا جزيلا يا فندم هذا الهروب يا فندم عذرا هذا الهروب يا فندم لا يؤكد الا ان هناك
للواقعة صورة أخرى، أراد مأمور الضبط القضائي أن يكتسرها وأن يسبغ المشروعية على إجراءات باطلة اتخذها قبل هؤلاء المتهمين. وإنني أتذكر أيضا في ختام هذه المرافعة بأن التحريات التي أوراها تحريات تعد منعدمة لا سند لها من واقع ولا قانون، لأنه يشهد على عمل أجراه، فكيف يكون هو القائم بالقبض والتفتيش ويسرد في محاضره إجراءات القبض والتفتيش ثم يقوم بعمل تحريات يا فندم على هذا القبض وهذا التفتيش تخالف ما أجرى؟ هو يشهد كما علمتنا أحكامكم وأحكام محكمتنا العليا بأنه إن كان تحرياته تشهد على عمل أجراه فهي والعدم سواء، لا يمكن أن يعول عليها بأي دليل من أدلة الإدانة. شكرا يا فندم لحسن الاستماع وفصاحة الصدر. في وصولنا لأول مرة نشرف بحضور أمام معاليك يا فندم، ونشكر لعدالتكم شكرا جزيلا، ونتمنى أن يلهمكم الله الصواب في تحقيق العدل في هذه الدعوة. شكرا جزيلا. شكرا.